القصة طموح جارية. الفصل السابع: انتفاضة الشعب. هز الفرح جماعة الإصلاح والوحدة بنجاة نجم الدين، وأقبل بعضهم على بعض مهنئا، ثم اجتمعوا في دار القماش وجعلوا يقلبون الرأي في معاونة نجم الدين على دخول مصر وإبطال كيد سوداء، واتفقوا على أن تشب ثورة عنيفة في مصر. حين يخرج العادل للقاء نجم الدين، تلجئ العادل إلى العودة سريعا دون أن يواصل السير. ثم خرجوا يدعون الناس سرا إلى ما اتفقوا عليه، ويبصرونهم بما يجب على الشعب أن يصنعه للتخلص من الحكام الجائرين، ويبينون لهم أن البلاد ملك الشعب، وأن الحاكم نائب عن الشعب يبقى ما عدل، فإن ظلم أو انحرف وجب خلعه وتولية من يصلح، وأن السكوت على جور الحكام لا يقره الشرع، بل يعتبر الساكت على الظلم شريكا فيه. وفي مكان ما من أحد القصور بالقاهرة، كان الأمراء الكاملية وغيرهم من الساخطين على العادل وحاشيته يتدارسون الموقف، ويستعرضون ما انتهت إليه الأمور من السوء على يد العادل وعبثه ولهوه وانصرافه عن شؤون الدولة واحتجابه عن الناس وتركه الزمام للحاشية التي تتجرأ باسمه على الإثم وتفرض ما تشاء من الضرائب وتقترف ما تهوى من أبشع الجرائم اعتمادا على قربها منه، وتلك الألوف من الدنانير التي تنثر على المساخر والعابثين والمضحكين والصمار الذين تحفل بهم القلعة من أول الليل إلى مطلع النهار، لا يفيقون ولا يعرفون سوى الكأس وبريق الدنانير التي تلقى إليهم دون رقيب ولا حسيب. ثم اتفقوا على خلع العادل والقبض عليه وإرسال بعض الأمراء والكبراء إلى نجم الدين يحثونه على الإسراع بدخول مصر ويطمئنونه بما يرون من الشعب. وعندما بلغ نجم الدين ما اتفقت عليه سوداء والصالح إسماعيل، خاف أن يحصر بينهما، وأخذ يفكر كيف يخرج من هذا المأزق. ولما حدث شجر الدر في ذلك قالت: لا أظن شعب مصر يسكت على العادل وعبثه، وقد حدثتني يا مولاي طويلا عن هذا الشعب العظيم وخصائصه الجليلة، وكيف أنه يصبر ما يصبر، لكنه لا يسكت عن حقه، ويهدأ ويهدأ، ولكنه لا يستكين لغاصب ولا يذل لمعتد. ولم يطل بهما الحديث، فقد جاء الأمراء الذين أرسلوا إلى نجم الدين يستأذنون عليه، ومن بعدهم أبو بكر القماش جاء يخبره بعزم الشعب على خلع العادل والقبض عليه، فسري عن نجم الدين وزال همه، وجعل يستمع إليهم مشرق الوجه. وبعد غد كان نجم الدين يقطع الطريق مشمرا إلى مصر، ومعه أبو بكر القماش وأمراء المماليك وبعض كبار مصر، وداود صاحب الكرك يفكر في الثمن الذي يظن أنه سيقبضه حين يبلغ مصر، وهودج شجر الدر يهتز معلنا الفرحة التي تملأ الأفئدة، حتى دخل الموكب الرمل بين العريش والعباسة، فقابلتهم وفود مصر محيية مهنئة، ولم ينزلوا منزلا إلا قدم عليهم طائفة من الأمراء ومن الشعب مستبشرين فرحين، حتى نزلوا بالبيس. وعلى الرمال الصفراء المنبسطة هناك كانت مضارب الجيش المصري تخفق فوقها الأعلام، أمامها صفوف من الجند وقفت تستقبل الملك الصالح نجم الدين، قبولها تدق وهتافها يرتفع إلى عنان السماء، ونجم الدين وداود يمشيان بينهما حتى بلغا خيمة كبيرة
حولها جنود أشداء يحيطون بها في حذر وانتباه. ومن باب هذه الخيمة رأى نجم الدين أخاه العادل في وسطها مكبلا بالأغلال، دليلا فاقد الحول والطول، فلوى عنه وجهه وهو يقول معتبرا: هذا جزاء الظالمين العابثين بأموال الناس ودمائهم وأعراضهم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولم يتمهل وألقى أمره بالرحيل إلى القاهرة، فتحرك الجيش وصهلت الخيول واهتزت الهوادج، وقلب نجم الدين يخفق بالفرح، وقلب شجر الدر يفيض بالحبور. تود لو طار بها الهودج وبلغ بها قلعة الجبل قبل أن تفلت سوداء بنت الفقيه لتلقى جزاءها.